السحاب التي فاق أبو عريش، منظر جميل 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 جدا. محافظة أبو عريش التي تعيش الآن أجواء المطر بالتحديد الأجزاء الجنوبية منها. القرى الجنوبية لمحافظة أبو عريش سيول. لا إله إلا الله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخوكم سامي ذيابي، قلب العاصفة، ينقل لكم آثار العاصفة التي تتأثر بها الآن منطقة جازان وما يصاحبها من عصف رعدي شديد على أجزاء متفرقة.